السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشن. المهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلب من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو، شرط أساسي بنطلب من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله هتستفيدوا منه. الموديل اللي قدامي دوت موديل هاي كول، ماشي، مطلوب والطلب، وهو يعني الطلب قبل كده واحنا عملناه، بس عملناها كعينة صغيرة كده، كان مطلوب احد الافاضل كانوا طالبينه، وعملت بس عينة ازاي ان احنا نعمل الهاي كول ديت، تمام. لكن اللي احنا هنعمله بقى في الموديل دوت ان احنا هنقص الموديل كله على بعضه، ماشي، ونقفله. دوت القماشة اللي احنا لابد ان احنا نشتغل بيها هتبقى قماشة تريكو زي كده، والقماش دوت موجود حاليا في السوق، قماشة تريكو زي كده بتبقى موجودة وبتتفصل بنفس الشكل وبنفس الستايل دوت. المهم فيها ايه؟ المهم فيها الهاي كول بتاعها، تمام. المهم فيها الكوت اللي هو بيبقى على الكم هنا كده، ماشي. ان كان دوت اصلا تريكو معمول بمكنه، فاحنا ممكن نستعيض عنه ان احنا نعمله ازاي. الكوت التحتاني هنا هوت ممكن نعمله ممكن ما نعملوش، ممكن نسيبه على طبيعه القماش. الكوت اللي هو ايه التحتاني دوت، ماشي، الكوت اللي هو ايه التحتاني ده المقصود معايا، عشان بس نبقى ايه عارفين اهو، الكوت التحتاني اللي هو ايه ده، تمام. يبقى لما بقول الكوت هو المقصود اللي هو نهايه الـ 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 نهايه التيشيرت دوت من تحت من هنا، ونهايته من الكمام دوت معمول بمكن، معمول بايه يعني المكنه نفسها هي اللي عامله الكم اوريدي، وعامله بعديها الكوت ده، وبرده كذلك الجسم معمول ومعمول له الكود ده بنفس ايه؟ بنفس المكن بتاع التريكو. لكن هل يا ترى ان احنا نقدر نعمله ونقدر نشتغله من قماش؟ نقدر نعمله ونقدر نشتغله من قماش، ماشي. فاللي احنا هنشوفه الكم دوت معمول كم رجلاه، احنا هنعمله كم عادي، بس الكتف بتاعه يكون داخل شويه، الكتف بتاعه يكون ايه داخل شويه. يبقى هنعمل الكم هنا كم عادي بحرده، تمام، وهنعمل الهاي كول ديت اللي هي ايه، اللي هي طبقتين ومتنيه على بره، طبقتين ومتنيه ايه على بره بنفس الشكل ده كده، ماشي. هنشوف الخامه اللي احنا هنشتغل بيها، وهنشوف هنقصه ازاي، وهنشوف هنعمل الكوت دوت ازاي، سواء كوت الكم سواء ايه الهاي كول اللي هو ايه فوق هنا هو، تمام يا جماعه. نشوف الكلام ده مع بعض ونشوف احنا هنشتغله ازاي، يلا بينا. ده كده الخامة اللي أنا أقصدها حضراتكم، أدي الخامة القماش موجود وبيتباع، تمام، دوت قماش تريكو، فاهمني. بنبدأ نشتغل أهو، نبدأ نقص البلوزة نفسها أهي، نشوف بقى المقاسات اللي إحنا هنطبقها قدامنا كده. أنا إيه اللي أنا عملته؟ أول حاجة عشان تبقوا عارفين، رحت واخد القماش ده كده اهو بنفس الشكل كده، العرض بتاعه 150 عادي اهو، ورحت جاي مطبقه بنفس الشكل ده كده اهو، تمام. وبدات اقص ايه، طبعا مش عايز فيها خياطات انا خالص الا في الجناب بس، فمش عايز خياطات ولا خطوات قدام، تمام، اهي كده. ليه؟ لان الخامه هنعرف ايه نعمل لها الهاي كول وتتلبس من غير ايه، من غير فتحات من ورا، تمام. ادي الجزئيه اهي، تعال نشوف المقاسات معايا. المقاسات معايا الطول معايا كام؟ الطول معايا ايه، هي طويله، الطول بتاعها 85 سنتي اهو، ماشي، بايه بالاضافه للثانيه اللي من تحت. طب انت قلت لي هتعمل كوت، لا هي احنا اصلا هي دي مش عايزه كوت، مش عايزه كوت من تحت، عايزاها ثانيه عاديه، تمام. الكوت هيبقى في الكم وهيبقى فين؟ في الهاي كول اللي هنا، تمام.
تعال نشوف الكتف. احنا قلنا ايه؟ هنصغر الكتف شويه، يعني هي الكتف اوريدي بتاع ديت 2 وايه 42، هي عايزه الكتف داخل لجوه شويه على اساس ايه يديني قريب من الشكل اللي هناك ده. فواخدينه كام؟ 38. 38 بالظبط. ليه؟ لان الخامه نفسها فيها ايه؟ فيها ليكرا، ماشي. فال 38 دي ممكن توصل لل 40 بعد الخياطه كمان، يعني بعد خياطه الكم اه توصل معايا، الا ان احنا هنحط الشداد هنا اهوت عشان ما يمطش معايا ايه الكتف، عشان نبقى عارفين. وهنشوف الشداد دوت احنا اصلا عاملينه قبل كده ونشوف. تمام، عندك دلوقتي حده الكم بتاعتها كام؟ حده الكم دي 56 سنتي، يعني نصها كام؟ اللي هي ايه؟ حده الباط 56، اللي هي ايه؟ محيط الباط من هنا. محيط الباط من هنا هو دوت كام؟ 56. فانت يبقى نصه كام؟ يبقى نصه 28. طب انت هنا عامله كام؟ عاملينه 25. ليه؟ لان الخامه فيها ايه؟ فيها ليكرا. خلي بالك الكلام اللي انا بقوله، حطه في دماغك كويس، ان الليكرا يجب ان انت بتقلل. يعني مثلا انا دلوقتي محيط الصدر معايا كام؟ 115، نقول 116، نقول ايه؟ 116. المفروض ان انا نسبه التلبيس العاديه بحط عليها 12، يبقى كام؟ 32. 32 لما ايه؟ 116 و12 يبقى 128، لما نقسمهم على 4 تديني 32. انا بقول لك ان الليكرا بتضيف لك 3 سنتي، يعني ال 32 لازم ايه؟ تقللها، تبقى كام؟ تبقى 29. تبقى 29، لان الليكرا بتضيف لك كام؟ ها؟ بتضيف لك 3 سنتي. ها؟ احنا واخدينها كام؟ واخدينها 29 30 كمان، تمام؟ يعني انا مديها كده زياده، لان الليكرا زي ما بقول لك باخد المقاس الاساسي، نفهم كمان اللي بنقوله، بضيف له كام؟ بضيف له 12. يبقى ال 116 ضفت له 12 بقى كام؟ بقى 2 بقى 128. لما تقسمها على 4 عشان تجيب ربع الصدر يبقى كام؟ 32. قلل منه 3. قلل منه ايه؟ 3. تمام؟ لان الليكرا زي ما بقول لك بتضيف للقماش ما بتقللش، ماشي. فخدت هنا هو كام؟ 30. خدت هنا كام؟ 30. تمام. وحرده الباط زي ما قلت لك، والكتف احنا مظبطينه. طب وهنا هو الحرده، الحرده واخدها 8 سنتي في 4، دي عاديه زي ما احنا بناخدها على طول. ده بالنسبه للخلفي، انا لسه ما عملتش الامامي هنا. بعد كده اروح جاي نازل واخد محيط الباط، المسافه دي قد ايه؟ زي ما قلت قبل كده من 18 ل 22 حسب طول صحبه الموديل. فانت واخدها قد ايه؟ واخدها 18. عندك الوسط، عندك المحيط البطن كام؟ 102. لما نضيف له 12 تبقى 114، يعني نصها 8 يعني لما نحسبها مع بعض 102 زائد 12 تبقى 114، نقسمها على 4 تديك 28.5، تقلل منها 3 تديك كام؟ 25.5، ماشي. انت واخدها كام؟ واخدينها 26 سنتي، 27 كمان، على اساس لو في زياده ممكن نضيق، تمام. فاحنا واخدينها كام؟ المفروض تتاخد كام؟ 26 سنتي. 26 سنتي. وبعد كده بعد ما جيت هنا اهوت محيط البطن خلاص خلصته، اروح نازل واخد محيط الارداف من كام لكام؟ نزلت قد ايه؟ من 22 ل 28 حسب ايه؟ طول صحبه الموديل. تعال نشوف الارداف عندك كام؟ 134. هتضيف عليها حاجه؟ لا، ما بنضيفش على الارداف حاجه، وانا قلت لك قبل كده كبيري اضيف على الارداف قد ايه؟ ها؟ كبيري اضيف على الارداف 100 بتاع دوت 4 سنتي، وممكن ما اضيفش. فهنا ليكرا مش هضيف. لو قلنا 134 يبقى كام نصها؟ يبقى كام ربعها؟ 33.5. نشوف احنا واخدينها كام؟ ماشي، واخدينها 33. واخدينها 33، يعني احنا بنقلل في الليكرا ما بنزودش. تمام يا جماعه؟ عشان نبقى عارفين. وعملت الكلام دوت وقسمته وظبطته ورحت قاصص ايه؟ القماش معاه. ده كده بقى ايه؟ خلاص ده ابدا بقى احدد ايه؟ الصدر من الظهر معايا اهو. كده اروح جاي ماسك دي اهي، ده كده الضهر، ماشي. واروح جاي نازل ايه؟ ال 8 سنتي بتاعتي عشان دي حرده ايه؟ الامامي. دي حرده الامامي اهي. تمام؟ خلي بالك انا بقول بقص في الاثنين بس القدامانيين اهو كده. يبقى انا حددت ايه؟ الامامي من الخلفي كده. كده انا حددت ايه؟ الامامي من الخلفي.
ماشي. ما ننساش حاجة ان انا قلت لك قبل كده ان الامامي بروح جاي مقسم الحدة دي على 3 تلات، يعني انت واخدها يعني مكان مثلا كام 27، يبقى 9 9 9، اجي عند اول 9 كده وبروح داخل سنت ونص سنت، ماشي. واروح ايه، اما ان انت تعمله بايدك او تعمله بالايه بالجيرو. في جيرو زي كده انا عامله استنبه على فكره، الكلام ده انا ما ببخلش بيه على حد خالص، لان زي ما بقول لك انت لما بتكون طالب الشيء لله ما بتفرقش معاك حاجه، ودوت مش مساله تزكيه للنفس، لان ربنا سبحانه وتعالى ايه قال: ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. لكن انا اي حد عايز استنباط زي كده تمام، انا عندي استعداد يجي ويجيب ورق معاه، يجي هنا المكان يبلغني على الواتس، يبلغني باي طريقه على الكومنتات، اقول له تعالى خد ادي ورقه، هات ورقك معاك ورق مقوى، ارسم الاستنباط اللي انت عايزها وخدها وتوكل على الله، ما تفرقش معايا حاجه خالص. كل الاستنباط اللي عندي والاستنباط ديت صدق تماما ان هي مش موجوده عند حد، انا اللي عاملها بنفسي، انا اللي عاملها بنفسي. استنباط الريفير، الكور ريفير كامله باشكاله المختلفه بالعروض بتاعته، سواء كنس سواء عريض سواء طويل سواء قصير، الكلام ده متاح، متاح لله عز وجل. استنبط باط زي كده مش هتلاقيها، لان دي حاجات انا اللي ببقى عاملها بنفسي، ماشي. استنب المسطرة الريجة اللي زي كده او الريجة التانية، في ريجة تانية اصلا اساسية بنشتغل بيها برضه، ماشي. اهي الحاجات دي كلها انا اللي عاملها بنفسي، ماشي، محدش عاملها، والحاجات دي بقى لها سنين، يعني ما تبصش لشكلها، ده الحاجات دي اصلا من عمر ولادي، تمام، ماشي. كل الاستنباط موجودة ومتاحة لأي حد لله عز وجل. انا كده خدت اجرها، طالما انا قلت لك جيت انت خدتها ما خدتهاش خلاص انا خدت اجرها، تمام. فانا دلوقتي الاسطمبه ديت اهي، خدت ايه بقى السنت ونص هنا، بروح واخده على ما فيش اهو، شوف اهو كده. طب لو ده مش موجوده باخد سنت ونص مسروق كده على ما فيش اهو، ده كده من الايه من الامامي اهو معايا. كده وباجي من الكتف هنا اروح نازل ايه سنت ونص، تمام، دوت ال ماشي. ومن الكتف برضو بروح ايه، بروح نازل ايه سنتي ونص معايا، ماشي اهو. تمام، كده خلاص انا اعلم بقى ايه الخياطات معايا، اعلم ايه الخياطات معايا على اساس ايه، ان الخياطه تكون مظبوطه في كل جنب زي التاني، الخياطه تكون ايه مظبوطه في كل جنب زي التاني، ما تفرقش عنه الهواء. تعالى معايا كده، وبعد كده هنقص ايه الكمام بتاعتنا، بس نشوف مده الفيديو عشان ما نطولوش عن 20 دقيقة بالكتير. أنا هو باخد العروض بتاعتي بتاعت الخياطة أو الكشاتير بمعنى أصح اللي إحنا بنسميها بنفس الشكل ده كده، ما تستغربش للمسمى، المسمى موجود في كل المصانع، موجود في كل الأتيليهات، عشان لما تبقى إيه تسمع الكلام ده من حد ليه في الشغلانة تعرف إن هي إيه الحاجة ديت مصطلح متفق عليه، تمام. ده كده خلاص قصيت انا الموديل اهو، تمام. نشوف احنا مدة الفيديو بعد كده كنا هنقص الكمام ولا هنقص الهاف كول في المرة الجاية، ماشي. نقص احنا الكمام بسرعة اهي، تعالى الكمام معاك اهي، خلي بالك انا ببقى شغال على ظهر القماش، لأن القماش فيه نقشة ففي ليه وش وظهر. آدي الكمام معايا أهي. اسطمبة الكم برضو موجودة وكل حاجة، برغم إن أنا قايل لك عليها ما
ما فيهاش اي مشكله في اي حاجه. اقول لك حاجه، تعالى نشتغل الكم ده من غير الاستامبه. انت معاك الكم طوله قد ايه؟ طول الكم 60 سنتي. الكم ده هيبقى ليه كوت، هيبقى ليه ايه؟ كوت من هنا زي ده كده، تمام. تعالى هنشتغل الكم دوت ايه 60 سنتي مع بعض. يبقى ادي الطول معايا هاخده 60 سنتي، لان هيزودوا ايه الكوت. ادي ال 60 سنتي بتاعتي اهي، تمام. وتروح نازل لي من هنا 14 ل 16 سنتي، تمام. انت معاك وسع الكم ايه؟ اول حاجه وسع الكم من هنا 46، نصها 23، نصها كام؟ 23. لازم بتسيب في الكم زياده زي ما بتسيب زي ما سايب في الجنب، عشان لما تيجي توسع الجنب توسع معاك كم، فلازم تسيب فيه زياده زي ما انت سايب في ايه في الكم. فخدت انت ايه 23 اهي. تعالى شوف انا بشرح لك الكم تاني، وصل النقطتين دول ببعض من غير الاسطمبه اهي، تمام. خد لي الخط ده كده طوله 26 اهو، اقسمه لي 13 13 و 13، تمام كده ماشي. دي نقطة، النقطة اللي هيقلب عندها حرفة الكم دي النص بالظبط. هيقلب ازاي؟ هيقلب ازاي؟ تعالى اقسم لي هنا ال 13 دي ل 6 ونص و 6 ونص اهو، 6 ونص و 6 ونص اهو، وادي ال 13 الثانية 6 ونص و 6 ونص. اطلع لي من هنا سنت ونص، وانزل لي من هنا سنت ونص. بقى عندك ادي نقطة 2 3 4 5، تمام اهي. وصل الخمس نقط دول ببعض، بص حضراتكم اهي بايديا. النقطه الاساسيه اللي بيقلب عندها حاله الكم اللي هي نص الكم بالظبط اهي، شغاله اهو من غير ايه الاستامبر، تمام. ادي حاله الكم معاك، دي حاله الكم معاك الخلفيه ما فيهاش اي صعوبه. نزلت 14 ل 16 سنتي، تمام. خدت خط اهو قسمته في النص، رحت ماسك الثانيه قسمها 2، ورحت ماسك دي قسمها 2، 3 سنتي ونص، ونزلت سنتي ونص. بقى عندي خمس نقط 1 2 3 4 5، رحت واخد الخط اهو ورحت قالب عند النص وطالع لفوق، خلصت الحرده بتاعت الكم ماشي كده، تمام اهو من غير ايه الاسطمبه. تعالى بقى الكم من تحت، خده لي كام؟ خده لي 14 سنتي اهو بالمسطره الريجه ديت، وصل لي ايه النقطتين دول ببعض، نقطه اعلى الكم ونقطه اسفل الكم، تمام. وخد لي بعد كده ايه الزياده بتاعت الكم بتاعتك، تمام كده خلاص. قص الكم بتاعك اهو، طبعا انا ببص في ايه في كذا طبق، في اربع طبقات وطبق اربع طبقات على اليمين ماشي. ادي الكم معايا اهو، المفروض ان انت تدبس، بس انا ايه ساعات ما بشتغل من غير ايه من غير تدبس. الكم خد مننا حاجه كده، قدامان الكم كده، سوري ده ظهر الكم. عند الساق هنا اهوت السنت ونص اللي انت خدت نزلت بيه، لا انزل لي سنت ونص تاني عشان تحدد اللي قداماني من وراني، وتروح واخده سنت ونص مسروق كده اهو، عشان تعرف ان الكم ليه امام وليه خلف. انا واخد كده طبقتين اتنين بس، تمام، ويبقى معروف قدامي ان ده ايه، ده كده الامامي بتاع الكم. اديني بس فورت كده عشان تعرف ان ده ايه، ان ده الامامي. زي ما معلم هنا تعلم الناحيه الثانيه
عشان يبقى الكمين قد بعض في الخياطه نفسها. كده انا خلصت الكم، كده انا خلصت الكم. عايز له ايه؟ عايز له الكود بتاعه. كده الكم خلص اهو، تمام. تعالى بقى اعمل لي الكوت. الكوت ماشي، القماشه اهي، الكوت في قلم طولي، يبقى الكوت لازم يكون بالعرض، لازم يكون ايه؟ عرض. الكوت بتاع الكم اهو، وفي المطه بتاعته اهي. الكوت دوت مش هيتعدى ال 10 سنتي، انت هناك واخد 14 عشان تلم الكم معاك، فانت هتاخد هنا اهو كام؟ 11 سنتي، وهتاخده دبل. ازاي؟ اهو انت واخد هنا اهو، بص يا حضراتكم، ما يديك كده طبقتين وتحتها طبقتين، يبقى كل واحده هيبقى ايه؟ يبقى انا شغال في اربع طبقات. انت هتاخده كام؟ قلت لك هاخده الكوت نفسه هيبقى طوله قد ايه؟ حسب ما انت عايزه. الكوت اللي مثلا اللي معايا دوت عامل كام؟ عامل 6 سنتي اهو، فانت تاخده 7.5 عشان يصفي معاك ال 6 سنتي اهو، تمام؟ وهتاخد بقى العرض بتاعه قد ايه؟ سوري معلش انا كنت كده هشتغل بالعرض اللي اهو. انت هتاخده قد ايه؟ قلت لك انا عايز اصفيه على 10 سنتي، يبقى هتاخده ايه؟ 11 سنتي. كده. انت عايز العرض قد ايه؟ عايزين العرض 7.5 سنتي عشان يصفي 6 سنتي اهو. تمام. هتاخده قد ايه؟ هاخده 11. 11 و11 22. بالإضافة للزيادة اللي أنت إيه؟ سايبها. آدي كده الكود بتاع إيه؟ بتاع الكم معاك. زي ما قلت لك الأقلام نازلة هناك في العرض، يبقى لازم الكود يبقى إيه؟ الأقلام هناك في الكم نازلة بالطول، يبقى الكود لازم يكون بالإيه؟ بالعرض. الكود بتاع الكم. دول كده كام؟ كده كده ايه؟ 2، يبقى معايا ايه؟ كوتين لكل كم اهو. هيبقى بنفس الشكل ده كده، تمام؟ ده هنا هيصفي معاك كام؟ هيصفي معاك 10 سنتي. اهو. تمام؟ ده اللي هيركب في نهاية ايه؟ في نهاية الكم بتاعي. تمام. عايز أنا بقى دلوقتي ايه؟ آخر حاجة. الهاي كول هنا. الهاي كول هنا اهوت، أنت لو قست الرقبة دي كده أهي، عاملة كام؟ عامله معاك كده اهي، عامله معاك كام؟ عامله معاك 42، عامله معاك 42، يعني لازم تصفي معاك على كام؟ على 42 برضه، ماشي. يبقى انت هتاخدها كام؟ هتاخدها برضه بالايه؟ بالطول بتاع بعرض القماش كده. وغير كده بص بقى انت هتصممها ازاي. العرض اللي هو كان موجود في الصورة، العرض بتاعها في حدود 8 سنتي. يبقى انت هتاخد دلوقتي كده عشان تصفي معاك كده ايه؟ ال 8 سنتي دي. وفي سنتي ونص هيتخيط في الجسم، يبقى انت واخد دلوقتي 8 سنتي و8 يبقى 16. 16 و16 يبقى 32. 32 وسنتي ونص اللي هو هيتخيط في الجسم، يبقى كام؟ سنتي ونص من هنا وسنتي ونص من الناحية التانية، يبقى 3 سنتي. 2 يبقى 35، يبقى انت واخدها كام؟ 17 سنتي ونص. فاهمني؟ هقولها لك تاني. هقولها لك تاني. انت عايزها تصفي كام الاول؟ تصفي معاك 42 سنتي. فانت واخدها على كام؟ واخدها على 45 سنتي يعني. تمام؟ وانت معاك اقلام ماشية معاك، مش محتاج المسطرة في حاجة اهو. تمام اهو. ده كده ايه؟ الكوت بتاع الهاي كول من فوق. تمام. هيبقى كده، هيبقى ايه؟ كده اهو متقفل من الخلف بنظافه، ويجي يركب مع ايه؟ مع محيط الرقبه نفسه عندك اهو. يبقى انت خدت الايه؟
العرض دوت انا قلت لك ايه هيبقى 8 سنتي، فهو بيتين 2 يبقى دي كده 16، دي طبقة 16 وادي 16 تانية يبقى 32، وفي سنتي ونص من هنا يبقى 33 ونص، وسنتي ونص من الناحية التانية يبقى دي 35، فانت واخد كل العرض كام معاك؟ ادي 7 17 سنتي ونص. تمام كده احنا قصينا الايه الهاي كور كاملا، ماشي، الجسم والكومه. ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب الاعجاب بالفيديو شرط اساسي، بنطلب من حضراتكم فضلا لامر على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله هتستفيدوا منه. الدلع الخير كفاعل الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم، وهنشوف خياطته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.